جايين مدينة وجدة، جينا منطقة عائلية محترمة مزيانة، جونا نلعبوا مع جينا مع الخوت والعائلة هنايا والحمد لله، وتلاقينا الدراري هنا مزيانين والحمد لله، الدعوة زينة وناشطين ضاحكين والحمد لله. نصيحة للجميع، هي كورونا راها زايدة في هذا الميدان، راها كاينة موجودة وراها كاينة الموت وكاينة الحوايج، نشوف فيها عينين نشوف فيها باينة، ولكن يمكن يديروش ندير هذا التطبيق هذا، ما راش نطبقوه ونطلبوا سيدي ربي هو اللي غادي يشافينا ويعافينا، ونطلبوا الله نكونوا متباعدين ونكونوا متناظرين في هذه الكمامه وهذه الحوايج، هذه الحوايج راه ماشي مزيان. السلام عليكم، معكم رشيد من وجده، متواجدوا الان بمصب ملويه في منطقه المعروفه براس الماء تابعه لاقليم الناظور. الحمد لله الاجواء مزيانه مور ما رفعوا علينا الحجر الصحي، ونتمنى انه يرفع علينا البلاء على جميع امه سيدنا محمد وعلى جميع والشفاء العاجل للمرضى والمصابين. والحمد لله شوفوا اجواء مور العيد اجواء عائليه، والحمد لله كاين الامن وصاهرين هاد ابناء المنطقه على السياحه، على تنشيط السياحه الداخليه، والسياحه الداخليه نتمنى انها تزيد ترتفع الوتيره ديالها من اجل تنشيط الاقتصاد، والحمد لله على كل حال. السلام عليكم، حنايا اليوم كنتواجدوا بمدينه السعيديه، الجو ديال العيد والفرحه والاهالي ايوا، ورحنا تنبحالين مع راساتنا هنايا الحمد لله. كي قالها واحد راه كي قالها الوقايه ضروري، بنادم كي قالها يتبعد ونديروا الكمامات ديالنا. الحمد لله الله يجزي علينا هذا الوباء. Eh bien ici on est content qu'il n'y ait plus de corona, enfin qu'on nous prive plus à rester chez nous tout le temps. Donc on est content de voir la mer, de se baigner, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de sortir un peu. Voilà. Bon, sinon je suis toujours bloquée ici, j'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il y a des avions pour rentrer. Ça serait cool. Mais oui, sinon heureusement qu'il y a la mer et qu'on peut profiter, sinon ça irait pas du tout quoi. Salam alaikum. حنا دابا كنتواجدوا في منطقه الحلق، منطقه السعيديه، حنا جينا من وجده، جينا هنايا كنشجعوا السياحه ديالنا باش يجيوها من الغرب ويجيو من مناطق اخرين، والحمد لله المرض راه كيطلع شويه بشويه، وراك تشوف هنا غير العائلات وناس نقيين والحمد لله، الحمد لله على كل حال. المنطقه ديالنا زينه وكنشجعوها على التوريست والحمد لله، نطلبوا من الله يبعد علينا هذا الوباء ويحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ جميع المسلمين اجمعين ان شاء الله. السلام عليكم، حنا دابا كنتواجدوا في مصب ملويه، الاجواء عائليه الحمد لله، كل شيء مزيان، كل شيء محترم، التباعد الاجتماعي ما كانش مشاكل هنا الحمد لله، حتى الاصابات ما كيتسجلوش بزاف، الناس شويه كتجي تفوج هنايا، الامور متحكم فيها الصراحه، الواحد كيحترم التباعد كيحترم الاجراءات الاحترازيه، والحمد لله نتمنى المغرب كامل يكون مزيان وربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. السلام عليكم، معكم سعيد البدوي من مدينه زايو، جينا اليوم لهذه المنطقه، هذه المنطقه الجميله، منطقه فم ملويه او معروفه بالحلق في راس الماء، جينا من بعد ما ترفع الحجر الصحي، والحمد لله هذا فضل الوعي ديال المواطنين والتدخلات ديال السلطات، وكنشكروا جميع الناس اللي ساهموا في اننا نخرجوا من هذا الحجر الصحي، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء هذا
ونرجعوا كما كنا عايشين مقبل حياتنا بشكل طبيعي أو أفضل لما لا. وبهذه المناسبة يعني ما دمنا في هاد العواشر هادو كنقدم تبريكات ديالي لجميع المغاربة، عيد مبارك سعيد، ونتمنى لكم أيام من فور الصحة والعافية إن شاء الله. وكنشكر موقع الدار على هاد الالتفات لهاد المنطقة السياحية الجميلة اللي كيساهموا ان في تطوير السياحة الداخلية، وكنتمنى ان الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء ونرجعوا نعيشوا كما كنا ان شاء الله. وشكرا بزاف لموقع الدار، وكنتمنى لكم التوفيق، مسيرة موفقة ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.